صورة تانية، أوكي، وهي عبد الله عقيل. إيه حبيبي، مهضوم لذيذ. أنت هو نجم سوشيال ميديا كمان. مش غلط، إيه بعرف. مين هو؟ وكذا مرة حاكي معه على التليفون. أوكي. شو بتقول من عند ناس أصحابنا؟ عرفت إنه بده يتجوز هلأ. الله يوفقه. إيه. شو بيزعجك فيه؟ ما بيزعجني شيء، خفيف هيك. شو بيزعجك؟ ولا شيء. حطي لنا صورة هون، خلينا نروح لصورة تانية. الله يستر. جعدانيستا. جعدانيستا. ايه. جعدانيستا في رسالة من وراها على السوشيال ميديا، أنت ما في رسالة. مين قال لك ما في من وراها رسالة؟ رد على أجوبتي. ليه؟ مين هي جعدانيستا؟ جعدانيستا أولاً حبيبتي وصديقتي، وحقول لك شغلة واحدة، يمكن ما حدا بيعرفها. أنا لما جيت على لبنان وصلت، كان تاني يوم الظهر دفن أمي. أوكي؟ خلصت الدفن. وكان الله يوجه له الخير صديقي حبيب قلبي خبير التجميل محمد حيفاوي. تحية كبيرة لمحمد حبيبي. قد ما أنا كنت بحالة يعني لا يرسلها. أكيد. فهو كتير كلوز فريند، هو معه وكذا، اتصل فيها قال ناتالي من الناس اللي كانوا كتير يحبوني، بس ما إنه ما كنا نعرف بعض. صحيح. فاتصل فيها وكذا قال ليكي حجيب فيفو لأنه ما قادر يشوف حدا ولا كذا. بليز عملوا له أرجيلة شيشة وأنه هيك يجي يهدي أعصابه ويبعد عن كل العالم. وهن أول بيت جيت من المقبرة لعندهم. تحية كبيرة لجعدانيستا ولأمها ولأهلها كلهم. حبيباتي. جاوبني مروة راتب، شفناك معها بفيديو عم تمدح فيها. عم تمدح، هي من أكثر الشخصيات المؤثرة اليوم إذا بدنا نحكي. صح. على السوشيال ميديا. طبعاً. صحيح ولا لا؟ طبعاً. واللي بينتقدوها كتير. أي. يعني حدا كتير بينتقدها. شو تعليقك على المشكلة اللي صار معها مع شهاب؟ عادي، أنا إنساني. أنا بقول لهم ما بقدر أحكم على شخص من دون ما أعرفه شخصياً. أنا هاي الإنسانة تعرفت عليها وبقسم لك بالله ومش مجاملة. أوكي. ولا أنه شيء ولا خوفة، إنسانة تمتلك من طيبة القلب فوق ما تتخيل. ليش هالقد عربيا مستفزة؟ بتستفز الناس تعتبر؟ يستفزوا. كيف كانوا يشوفوني مثلا شخصية مستفزة؟ هي بشو تستفز الناس برأيك؟ يمكن أنه بتستفزهم مثلا أنه عاملة جسمها بطريقة هني، يمكن مثلا ما حابينه. طب ما تحبوه، خلصت. أوكي. هي حاببته. أوكي. شو بقت إلا كلمة واحدة بس؟ بقول لك good luck وآخر همك. وخليك قوية بس. اما بخصوص موضوع شهاب، شهاب على فكره من الناس اللي اول الناس اللي قلدتني على الهيدا، كانت بطريقه كثير كثير فاني. انا ليك انا مع اي تقليد واي هيدا، بس ما توصل لمرحله انه نجرح ببعض. صحيح. عرفت كيف؟ طالما هي انسانه مسالمه، ما قربت لنا وما قربت لحدا، فينا نقلدها اذا بدنا نقلد، بس بطريقه تكون سلسه. بس يعقوب بوشهري. اوكي. انت كنت متعاطفه معه بموضوع اليخت، صح ليك ولا لا؟ اول شيء جاوبيني. ليك انا يعني حرام كان انه ينحكم عليه بدون ما هذا، وهو طلع ووضح 700 قنينه مشروب. ايه طيب، ما طلع منها براءه. طلع منها براءه. ايه، لانه اول ما صارت معه القصه هو كان بلندن. اوكي. اوكي. شخص ما انه موجود. طب يا اخي يمكن اتلفقت له، يمكن هيدا. ليه انا بدي اعمل دور الجلاد وفوت انه انت وانت وانت؟ عادي، طلع المخلوق بكل طيبه، هو بلندن قال لهم ما بسمح لحدا اي واحد يعني يحكي شيء او يركب قصص لانه حقاضيكم. اوكي. اتركوا القانون وال انه ياخذ مجرى. وعادي رجع وطلع منها. يا فراشه السوشيال ميديا. يا نعم. هند القحطاني عايشة بحرية وهي سعودية، صح؟ صح. تحية كبيرة لها. تأكيد. هي بنت السعودية. أنت مع أو ضد هيدي الحرية اليوم اللي عم يحكوا فيها الناس واللي عم ينتقدوها الناس فيها؟ الحرية اللي هي عم تقوم فيها هند القحطاني. ضد. أنا ما شفتها عم تعمل شيء يعني مسيء أو أنه مضر لحدا. إنسانة عايشة مع نفسها، حاطة أولادها، مأمنت لهم كل سبل الرفاهية والسعادة، والله يوفقها. والله يبعت لكل حدا مثلا هيك أم ترفه أولادها ويكونوا حواليها مثل الكتاكيت، مثل السيسان أو رعايتهم. إيه ليه بدكم تقوموا عليها؟ حرة شو تلبس واللي ما تلبس. ليه أنتوا بدو دايما نقيم الناس بأنه شو لبسنا؟ يعني أنا هلأ إذا لبست مثلاً مفتوح يعني خلص صرت من الشارع؟ أما خلص. عرفنا. هاي آخر صورة. جوال.
جوال بدر اليوم أصبحت مرأة 100%. شو الفرق بينك وبينها؟ أنا برجع يعني شخصياً عن جد ما بعرف أبداً 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 ولا مرة حتى تصادفت أنا وياها. أوكي. أوكي أوكي هيدا واحد. اثنين، أنت عم بتقارني بحدا. لا لا عم بسأل سؤال. لا ما شو الفرق بينك وبينها؟ شو الفرق؟ هي إنسانة تحولت. أوكي 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 عادي، أنا ما فيك تقارن لأنا ما تحولت. لو تحولت بقلك صعبة فيك. صعبة تاخدي هيك قرار يعني؟ صعب. مش صعبة، أنا سبق قلتها وقلتها أنه مع احترامي للجميع وبليز ما حدا يفهمني غلط. أوكي. هي بس هي قانعة. أوكي. أنا ما بدي. منك مقتنعة؟ أبدا أبدا. بعدني مثل ما أنا وتركوني مت مثل ما أنا يا أخي خالة. شعر بكرة بقصولي ميك اب حي. مين رح يمشي بجنازتك؟ مين رح يمشي بجنازتك؟ كتير عالم. مين يعني كتير عالم؟ يا ريت، بتمنى بهيدي اللحظة. انت مسلمة اليوم رح يمشوا معك الشيوخة؟ الفراشة المسلمة. رح يمشوا شيوخة ولا رح يمشوا راقصات وفنانات؟ لا حيكون في هيك وهيك. اكيد حيكون اكيد حيكون فيها شيوخ. اوكي اوكي هاي واحد. اثنين، الشيوخ رح يقبل يمشوا معك؟ ليش هو يعني؟ ما عم بفهم. حدا قالكم انكم فاركوا راي؟ اوكي ما عم بفهم. بس قلكم خلص اعلن انه خروجي من دين الاسلام، بعدين تعرفكم. هاي واحد. اثنين، اكيد حيكون في فنانين وكلاس اي كمان، يا ريت، بتمنى اقدر اشوفهم. وانت حتكون واحد منهم؟ انا واحد منهم. انا حتكون اكيد بالعزم. انا اكيد اذا متي حكون معك. حيمشي مسك التابوت كمان فراشة، بس خذ لي شوي نحي.